ونبقى الآن مع صحيفة مع الصحف ونبقى مع الأخبار التي كتبت فيها رجانة حمية. الضمان الصحي شكلي لا غطاء للمضمونين. أثرت وزارة الصحة في عز مواجهة غير متكافئة مع كارتال الأدوية ومصرف لبنان ابتكار حلول تعفي المرضى من فقدان أدويتهم، فعملت على إيجاد صيغة تحث أصحاب شركات استيراد الدواء على تحرير الأدوية المخزنة في مستودعاتهم وإحداث انفراجة ولو مؤقتة في سوق الدواء. قضت تلك الصيغة بتقسيم الأدوية وفق لائحتين تراعيان الأولويات. الأولى الأدوية المدعومة التي بقي العمل فيها يسير وفق آلية الدعم التي وضعها المصرف المركزي، فيما الثانية أدوية خارج الدعم معظمها لا يحتاج إلى وصفة طبية على أن تسعر وفق سعر منصة خاصة بمؤشر الدواء ويجري تعديلها كلما دعت الحاجة. اليوم يبلغ سعر مؤشر الدواء 16460 ليرة، يعني ذلك أن الدواء الذي كان سعره 10000 ليرة يباع اليوم ب 110000. ولئن كان وزير الصحة السابق حمد حسن قصد من ذلك التدبير استعادة المسار الطبيعي للدواء، إلا أن المستوردين وبعض الصيادلة كانوا في واد آخر. هكذا لم يعد المؤشر الكثير من الأدوية المفقودة إلى رفوف الصيدليات، ولا التزم بعض الصيادلة بسعر المؤشر فلجأوا إلى التسعير على أساس سعر الصرف في السوق الموازية. أما المشكلة الأبرز ففي تحصيل المرضى لفواتيرهم لدى الجهات والصناديق الضامنة، نظرا لأن الصندوق ما زال يحتسب سعر الدواء على 1005. تفاصيل أكثر في الأخبار التي كتبت أيضا تحت عنوان الغربيون لا يريدون استقالة ميقاتي. علمت الأخبار أن حصيلة لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هامش قمة غلاسكو خلصت إلى تبلغه موقفا أمريكيا فرنسيا ألمانيا بعدم الاستقالة، مع حثه على إيجاد مخرج للعودة إلى الحوار مع السعودية. هذه الدول ترى أنه يمكن للبنان القيام بخطوة رمزية تتمثل في استقالة قرداحي أو إقالته، وهو ما سعى إليه رئيس الحكومة في اتصالات جديدة مع الرئيس ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني. وقد سمع أجوبة تتراوح بين دعوته للعودة وعقد جلسة للحكومة للبحث في الأمر، وبين التأكيد له أن السعودية لا تريد رأس قرداحي بل تطلب ما هو غير ممكن وغير مقبول. فالخلاصة، يبدو رئيس الحكومة في موقف حرج وهو الذي رفع شعار الوساطة القطرية مع إدراكه مسبقا بأن لا نتائج ترتجى منها بعد تبلغه من الأمريكيين ولا الفرنسيين عدم قدرتهم على إقناع الرياض بتعديل موقفها. إلى الأنباء الكويتية، حيث تحدثت مصادر سياسية متابعة للأنباء الكويتية عن محاولة جديدة لعقد جلسة الحكومة فور عودة رئيسها نجيب ميقاتي من سكوتلند. يصدر عنها اعتذار رسمي كبير للسعودية والإمارات عما صدر عن وزير الإعلام جورج قرداحي، وعلى اعتبار أن أزمة العلاقات القائمة مع الإخوة في الخليج تجاوزت قرداحي لتطول الوضع اللبناني برمته. طبقا للمصادر عينها، فإن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وافقا على هذا المخرج. بقيت موافقة حزب الله ورئيس المردة الزغرتاوي سليمان فرنجية على عقد الجلسة التي يمانع بها حزب الله ويرفض المردة إقالة قرداحي. في حال فشلت هذه المحاولات، تقول المصادر، سيكون ميقاتي مطالبا بالاستقالة من جانب رؤساء الحكومة السابقين، وقد بات بعضهم يجاهر بالاستعداد لسحب الثقة من ميقاتي ضمن إطار موقف إسلامي جامع. إلى لبنان 24، حيث تتحدث لبنان 24 عن سر هدوء رئيس الحكومة، أن رؤيته واضحة حيال كل الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة والقرارات التي سيتخذها. لدى رئيس الحكومة قناعة ثابتة بحتمية عودة هذه العلاقات إلى طبيعتها، وبأن ما بين لبنان وأشقائه العرب أعمق من خلافات أو تباينات. لدى الإلحاح بالسؤال عليه عما سيحصل، يقول: بدا واضحا أن الأزمة أبعد من تصريح وزير وتحتاج إلى معالجة بالعمق، سنقوم بها بإذن الله، لكن بعد ما حصل لا يمكننا القفز فوق السبب المباشر، والمعالجة يجب أن تنطلق من هذه النقطة بالذات. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة بعد عودته رئيس الجمهورية، وهو سيجتمع أيضا مع رئيس مجلس النواب. ننتقل إلى الشرق الأوسط. لاحظ مصدر سياسي للشرق الأوسط عدم دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري لا سلبا ولا إيجابا على خط التصعيد الإعلامي الذي قاده حليفه حزب الله بتشجيعه الوزير جورج قرداحي على عدم الاستقالة، ورأى أنه آثر عدم الدخول في السجلات الدائرة، وأوعز إلى نوابه والمسؤولين في حركة أمل بعدم مقاربة ملف العلاقات. وهذا الأمر برز جليا من خلال البيان الأسبوعي للمكتب السياسي لحركة أمل. تضيف الشرق الأوسط عليه
إذن أكد عدم دخول بري كطرف في السجال والتصعيد الإعلامي والسياسي الذي لم يتوقف حتى الساعة لا يعني أنه أخذ على عاتقه الصمت بمقدار ما أن وقف تبادل الحملات النارية يمكن أن يتيح لرئيس المجلس التدخل في الوقت المناسب ليكون شريك في إخراج هذه العلاقات من التأزم الذي يحاصرها. وعليه استبعد المصدر أن يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لانعقاد مجلس الوزراء من باب المغامرة أو تسجيل موقف يمكن أن يفجر الحكومة من الداخل، وإلا سيضطر لاتخاذ موقف ليس في حسبان القوى السياسية التي تهدد بتعطيل أي قرار يصدر عن الحكومة بإقالة وزير الإعلام، مع أن المجتمع الدولي لا يدرج استقالته على جدول أعماله. وتردد أن باريس دخلت حاليا على خط الاتصالات بعدد من الأطراف تحديدا بعون وفريقه السياسي ناصحة باتخاذ الموقف الذي يقود حتما إلى خفض منسوب التوتر الذي يحاصر علاقات لبنان بدول الخليج. نختم مع النهار ومقال إبراهيم بيرم: لماذا يلوذ بري بالصمت حيال الأزمة الدبلوماسية، وما هي خريطة الطريق التي سيسلكها ميقاتي بعد عودته؟ ليس أمرا بلا معنى أن يخلو بيان تنظيم سياسي بموقع حركة أمل من أي إشارة ولو عابرة إلى قضية رأي عام عصفت رياحها بالمشهد السياسي العام في البلاد وألقت بظلها الثقيل الوطأة على الوضع الحكومي، فزادته وهنا وتعثرا واستطرادا، ليس موقفا بلا بعد ومغزى أن ينأى رئيس الحركة الرئيس نبيه بري ذو الدور المحوري في دورة الحياة السياسية بنفسه ويعتصم بالصمت حيال حدث بهذا المستوى والتأثيرات كأنه تطور يحصل في دولة خارجية. إذن الأمر يستبطن ولا شك موقفا ودلالة. نستطلع هذا الموقف والدلالة مع كاتب المقال الصحفي والكاتب السياسي إبراهيم بيرم. صباح الخير أستاذ إبراهيم. صباح النور لكل المشاهدين الكرام. حضرتك سألت بالعنوان وأيضا في هذا المقال، لماذا يلوذ الرئيس بري بالصمت؟ لماذا؟ يعني أنا حاولت أعطي جملة تفسيرات، ما فيش تفسير محدد. نعم. لا يعني المحيطين بالرئيس بري ولا حركة أمل عم تتحدث يعني عن الموضوع مثل ما بتعرفي، حتى المكتب السياسي أغفل الحديث عن الموضوع بين المكتب السياسي. وهذا لافت، يعني مش امر عابر، لانه لا يحدث في لبنان وحدث بهذا المستوى هذا بيهدد الحكومه بيهدد الوضع السياسي عموما، انك تسكتي حياله يعني سؤال مشروع اعتقد طرحه صح. على الرئيس بري وفريقه السياسي. عم نقول انه اما هو ينتظر فعلا يعني ان تهدأ الامور بعض الشيء وبالتالي بيقوم بدور معين بوساطه معينه، او هو يعترض ضمنا على هذا الحدث ككل وما عنده رأي، يعني ما بده، هو عنده رأي وما بده يقوله، ما بده يقوله لما يكون ضد حليفه أو ما بده يقوله لي أيوة، يعني إما مستأمن حليفه إلى آخره. فعلى الأقل يعني الأمر مريب ويعني يدعو إلى التساؤل، إنه ليش يا رئيس بري بهاي اللحظة يعني المحورية المفصلية إذا صح التعبير إنه تنتظم أو تعتصم بالصمت مثل ما استعملنا التعبير. فناطرين على الأقل جواب يعني منه، إما تحرك يعني جواب كلامي أو تحرك ما، وإلا ما له طعمي بصير، أو على الأقل يعني بيكون موقف سلبي، مش ما له طعمي، موقف سلبي إنك تسكت بهاي اللحظة. نعم. يعني بمعرض المطلوب إنك تحكي تسكت، فموقف صحيح موقف. نعم. فموقف مستغرب إنه رئيس بري ما له بالعادي، دائما كان يتصدى للمهمات للمواضيع الأساسية. أنا من فترة كمراقب سياسي يعني أجد الرئيس بري ليس الرئيس بري، يعني ليس اللي بنعرف بمعنى المندفع الحماسي اللي بده يتعاطى بالشأن العام، اللي بيطرح حاله ك يعني الحل. نعم. بلحظة معينة عندما تتعقد الأمور. هذه الصورة حقيقة باتت يعني بعيدة شوي، حتى منذ أحداث الطيوني وما قبل أحداث الطيوني أنا لا يعني أجد الرئيس بري، ولا كتبت هذا الكلام، مش هو اللي بنعرفه على حماسه وعلى نعم. لماذا؟ هل هناك احباط او هناك مثل ما قلت هذا الصمت يدل عن موقف ولا يريد ان يدخل في سجال؟ يعني اكيد في معلومات يعني عن هذا الموضوع او بس تحليل؟ لا ناطرين، يعني المره الاولى اليوم قريت تحقيق او تصريح لوزير محسوب على الرئيس بري اللي هو الوزير مرتضى القاضي. نعم. مرتضى كان عنده موقف للمرة الأولى هيك، لأنه القصة موقف اللي ينسجم مع موقف تيار البلد أو حزب الله عموما، أنه يعمل القصة مش قصة تصريح، القصة أبعد من هيك، في قلوب مليانة، يعني في تراكم
وفي رغبه من قبل الطرف السعودي انه يعمل مشكله مع البلد، ليش ما بنعرف. المهم على الاقل بدات القصص تتبلور. نعم ما في شك الحالات. نعم بكل الحالات خليني بس مرق الجمله، كلمه الرئيس بري بهاي المرحله بهذا الموضوع وبهذا الشان مهمه كثير، مهمه بالنسبه للبنانيين والحكومه وفريق الحكم والاكثريه، ومهمه بالنسبه للسعوديه والمنظومه الخليجيه عموما. يعني صحيح يعني موقف الرئيس بري بالنسبه للخليج والسعوديه اهم من اي موقف اخر، يعني هو بقي على علاقه معه وعلاقته جيده معه، فبالتالي هن قطعوا مع كل الناس الا معه اعتقد بمعنى بالسياسي يعني. نعم صحيح. لذلك الموقف يعني حابين نضوي عليه بهالمرحله. نعم مثل ما حضرتك قلت هذا اللي كنت بدي اساله. معروف الرئيس بري بعلاقاته الدبلوماسيه وتحديدا الاقليميه والعربيه الجيده جدا، واللي على طول هي بتكون يعني ترقب الصدع في محلات معينة، فأكيد نحن ناطرين موقف الرئيس بري، ولكن الرئيس بري دائما ما كان هو الجامع، هل هو ينتظر أو لحديت الآن ليس هناك معلومات ما إذا كان هذا موقف أو هو ينتظر الفرصة السانحة للتدخل؟ خلينا نكون حسنين نية ونقول عم ينتظر لحتى يعمل شيء، لا يبادر إلى شيء ما، ولكن يعني يبدو أنك موقفك مش حسن النية، موقفك لا أنا فعلا ناطر يعني شيء منه. نعم. وراهن على موقف معين بهاي اللحظة. يعني الكل الآن يبدو وكأنه متورط، بمعنى تورط يعني خليني بس هذا. نعم. بمعنى له علاقة بالموضوع إلا الرئيس بري يعني منسحب من الموضوع، ف ليش يعني الا الرجل يستبطن مثل ما قلنا دورا ما موقفا ما في المرحله المقبله خلال الايام القليله. المفترض يعني يجي الرئيس مياتي ويبلش جوله على الرئيس بري وعلى رئيس الجمهوريه، وبالتالي يبلشوا يعني يحكوا بموقف رسمي موحد لمواجهه الموقف، والا ما بتصير يعني كل واحد عم بيغني على لا بالاكثريه الحاكمه، يعني الرئيس شيء، رئيس الجمهوريه شيء، رئيس البري شيء، رئيس الحكومة شيء، الحزب الله شيء، تيار المردة شيء. نعم. القوى السياسية الأخرى شيء. ما فيك تواجه موقف من هذا النوع بهذا التشرذم وبهذا التفتت بالسياسي. صحيح. أنا يعني أتح لي أني أشوف ناس قريبين كثير من الرئيس مئاتي، يعني كان ينقال أنه ده عتب، هو عنده عتب على حزب الله، ليش كثر الحكي، عنده عتب على صديقه الرئيس تيار المردة الوزير السيد سليمان الفرنجي انه على الدوز. فقلنا له انه مفترض على الاقل انه يصير في اجتماع وبالتالي تتغربل المواقف، انه كل واحد بيعتب على الثاني ليش؟ نعم. والقصه ما بتتواجه ب يعني انه استقاله، لا انه عارف العالم صار كل الناس عارفه انه استقاله الوزير قرداحي ما بتشكل اي حل، لانه قبل استقال شرب الوهبي وراح يستقيل حدا ثاني وثاني يوم، فالقصه لا بدها حل غير هيك يعني. وانا وراهن هون بنرجع على المحور لسؤالك اللي هو موقف الرئيس بري ودور المرتقب للرئيس بري، الا اذا الرئيس بري يعني عم يستقيل ما بعرف، وانا لا اعتقد يعني. نعم في انتظار. ولكن في حديث اليوم حضرتك تحدثت عن مسارين ممكن أن يسلكهما الرئيس ميقاتي، في حديث اليوم متناقض بالصحف وبالمعلومات، أكان الصحف اللي ميالة للرئيس ميقاتي أو المواقع الإلكترونية التي أيضا صحيفة الشرق الأوسط تحدثت عن استقالة الحكومة برمتها في حال عدم استقالة الوزير قرداحي، إلى أي يعني الميزان إلى أي دفة يميل؟ هل مثل ما انا حقيقه أنا استبعد انه الحكومه بهاي اللحظه، يعني حتى الرئيس مئاتي اذا يعني الامور بلغت في اقصاها الحد الاقصى ما يعني بده ياخذ وقت ليرجع يفكر بالاستقاله. نعم. بده يحاول يعالج بالموقف، وهذا اللي يعني فهمت من محيطينه انه عمل اتصالات، عمل خليه ازمه كما هو معروف، عمل اتصالاته بالخارج وبالداخل على حد سواء، وكثف هذه الاتصالات، حركه يعني مبارك اذا صح التعبير. نعم. لكن بالنهايه بدات تتسيل بالسياسيه، بده يجي لهون يحاول يجمع مجلس الوزراء، يحاول مثل ما قلنا يتصل بالرئيس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب ويكونوا مثل ما يعني موقف، مش بدنا نقول موحد يا اخي، موقف هيك متقاطع متفاهم على قضيه مركزيه، كيف بدنا نعالج الموضوع مع المنظومة الخليجية. نعم. هيك غير هيك ما بيصير يعني.
انه من الاول بنستيل او بتصير هيك الامور، لا هذا لبنان. نعم، ولكن يعني كيف ستجتمع الحكومه اذا مشكله الطيونه بعد ما انحلت وبعدها واقفه على اجتماع هون الحكومه؟ هون الرهان، يعني فعلا مثل ما بعض الصحف كاتب اليوم انه ما فيك تتحرك ب يعني تواجه هيك ازمه بحكومه عرجه او مشلوله على الاقل، لا بدك تحاول ترجع تجمع الحكومه، وهي القصه مطلوبه من كل الاطراف، من حزب الله ومن تيار المردة وحتى من حركه امل. فهون كمان رهان، نحن عم نقول انه في بلان بي اللي هو بعد عودة الرئيس يأتي من لندن. نعم. يعني من المؤتمر اللي عم بيشارك فيه في مرحلة جديدة، مش عنوانها بالضرورة كما ذكرت بعض الصحف الاستقالة، أو على الأقل هو عم بيحطنا بخيار يعني يا بيستيل الارداح يا بيستيل هو، لا مش هيك الصورة إطلاقا، ومش من طبيعة الرئيس مئاتي، الرئيس مئاتي أكثر من هيك مرونة ويعني سلاسة. نعم. لا في خطة نبلش فيها، يعني هلا يعني جماعته عم يحكوا انه جاي هو، وبالتالي في مرحلة جديدة من معالجة الموقف، بهالأثناء هو استنفر العالم إذا صح التعبير، عمل اتصالات مع كل الناس وكل القوى، فرنسا، أمريكا، كل الدول اللي ممكن تمون. نعم. أعتقد انه لا، الأيام القليلة المقبلة بدها تبلور شيء جديد بهذا الموضوع، مش ضروري استقالة إطلاقا. والرجل بيعرف لوين جاي، يعني بيعرف المطبات وبيعرف العقبات والعوائق، فما من ضرورة أنه يعني يكون استقالة يعني. شو معقول يكون الحل؟ تبلور ماذا برأيك بحسب المعلومات اللي يعني هون اللي عم ننطره حقيقة، ما عندي تصور بمعنى أنه شو هو، لكن على الأقل بدك موقف موحد مثل ما عم نحكي، نويته مش أنه استقالة الرجل دفعه إلى الاستقالة، ما بتصير كمان دول يعني عندها سيادة أنه والله واحد زعل من بدك تستقيل، لا كمان هذا نعم. والحديث هو اكبر يعني حتى بالصعب انه منا قصه استقاله، منا قصه استقاله يعني. يعني وهذا موقف الامريكي وموقف الفرنسي وموقف الروسي وحتى الموقف المصري انه مش هيك يعني. نعم. ما حدا مع السعوديه بفهم، مش مع يعني مع هذا التوجه السعودي انه استقاله او الى اخره، ربما في البعض عم بيقول اعطونا مدخل للموضوع، ايه ممكن هلا هون بصير بس كيف المدخل أشياء. كيف المدخل؟ يعني الاستقالة الطرف الخليجي يقول، وحتى المحللين اللي عم بيقفوا بالنص، أنه الاستقالة على الأقل بتكب الطابة لميلة الدول الخليجية ليشوفوا كيف بدهم يتصرفوا. نحن الآن نحمل كرة من نار لازم نعالجها، هذه الكرة من النار بتحرقنا. مش أول مرة بتصير يعني، ومش أول مرة بتستقيل يعني، الوزير شارب الوهبي استقال وما انتهت المواضيع يعني. ولكن الوزير شارب الوهبي كان بحكومة مستقيلة أساسا يعني، بتضمن في مرارة من الموقف السعودي، من الحكومة، من الموقف اللبناني ككل، في غياب تام، في واحد بده يستقيل حر هو. نعم. فنحن عم نحكي عن المعالج هلا بصرف النظر، مش عم ناخذ موقف. طب نعم، هلا نحن بدنا نشوف بس المعلومات الى اين ستوصل اطلاقا، يعني ما بتم اطلاقا، يعني انت بتستقيل بس تعمل أزمة سياسية بالداخل، لذلك عم نقول بدها شوية وقت وشوية شغل وغربلة بالاخر تتخذ موقف أقرب للتوحيد. إذا ما مش الحال أستاذ إبراهيم، إذا ما مش حال الاستقالة، ما قدر الرئيس ميقاتي يمكن لأنه هي بالحالتين فيها مشكلة، إذا قدم الوزير إرداحي مع أنه رفض هذا الشيء. البلد على أزمة مستدامة يعني، هذه بعد أكثر من هيك شو بعد في أزمة مستدامة؟ هذا هو السؤال يعني، أنه فيك تعمل يا تحولي على حكومة تصريف أعمال. نعم. بيكون ما حلينا شيء يعني، بيكون فعلا تحقق ما تريد اللي يعني ما يراد لهذا البلد انه يستنزف ويوقع بمشاكله الى اخره. نعم. ما بعرف اذا هاي بطولي او مرحله بالسياسه. نعم استاذ ابراهيم، كل العالم عنده ازمات وتوقع بازمات، فبالتالي بدك تواجه الازمه، هذا اللي عم نحكي بال نعم تواجه كيف يعني، مش بالضروره انه دغري مباشره يعني الوزير، لا ما هذا الوزير عنده فريق سياسي وعنده محور سياسي بالداخل، فبدك توازني بين اثنين. هل هناك ربما استقالة المكون السني مثل ما عم ينحكى؟ لحد الآن يعني انطرحت هذه المسألة، بس لحد الآن ما حدا منهم عم بيقول إنه أنا بهذا التوجه يعني، إلا إذا يعني لاحقا ما بعرف. نعم، تحدثت عن موقف الرئيس بري اللي هو ربما صمته هو تصريح وإعلان موقف. نعم. ولكن بنفس الوقت الرئيس ميشيل عون كمان يعني بارد في هذا الموضوع، ليس هناك موقف يمكن فاقع. موقف التيار ككل، موقف الحاضن السياسي للرئيس الجمهوري كمان موقف يعني رمادي إذا بدك، أنا سميته حقيقة رمادي، لأنه يعني سمح لبعض النواب التكتل يحكوا باستقالة، يعني يدعوا للاستقالة للوزير قرديحة، ونحن نعرف التباين السياسي
بين هذا الفريق وبين تيار المرضى في صراع سياسي مرير يعني. نعم. فنحن مش مستغربينه يعني بهذا المعنى، المستغربينه أكثر هو موقف الرئيس بري الصمت. نعم. يعني المدوي إذا صح التعبير. نعم. يعني أستاذ إبراهيم، هناك مواضيع كثيرة بنقدر نحكيها بهذا الموضوع، ولكن تحديدا نعم يعني كنا خلينا ننطرنا بس 24 ساعة ليرجع الرئيس يعني بهالأثناء. مش القصص ما فيش فراغ يعني، في اتصالات، في حكي، في كلام، يعني عم بتصير الأمور يعني. نعم. تحت مش ضروري مبين للإعلام للضوء يعني، لا. نعم. لأي درجة هذا الوضع يؤخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو حتى يوقفها؟ بطبيعة الحال بده يؤثر يعني إذا في أزمة سياسية، لأنه من الأساس هاي الحكومة اجت لتنفذ ثلاث مهمات، وأنا سمعت هذا الكلام من الرئيس مياتي نفسه. نعم. إنه عندنا قصة الكهرباء إذا فينا نعالج أكثر ما يمكن، وعندنا قصة يعني مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقصة الإشراف على الانتخابات النيابية، ما عندها غير هيك يعني. هاي الحكومة ما جيلة تعمل غير هيك، سمت حالها حكومة الإنقاذ، حكومة الإصلاح اللي بدك إياه. نعم. بس بتضمن هاي حكومة عمرها 4-5 أشهر، مفترض تعمل هاي ترجع يعني تعمل نوع من التوازن داخل البلد، إنه بلد بحكومة شيء وحكومة تصريف أعمال شيء ثاني. نعم. حكومة تصريف أعمال مع حسان دياب شيء ثالث كمان. فلا، مفترض هذه الحكومة على القوى السياسية جميعا تحرص على أنه تضل، هذا المنطق وهذا العقل وهذا القوى السياسية. هلا بدك تفتح البلد على أزمات، تفتح باتجاه حكومة يعني استقالة الحكومة وتصريف الأعمال، لا، ما في حكومة بعد منها يعني. حكومة الرئيس مئاتي الآن إلى أجل غير مسمى هي آخر حكومة يعني بنظرنا. نعم. نحن هي إذا صارت الانتخابات هذا كل ما يحدث هذا يبشر بماذا؟ بأمرين لا ثالث لهما، إما أنك أنت عم تعملي معركة انتخابية من هلأ، عم تعمل تخلقي جو، تخلقي مناخ لقلب المعادلات بمجلس النواب المقبل. نعم. أو ما بدك تعمل انتخابات، فيش غير هيك يعني. نعم. فإذا كانت القصة يعني في سياق البحث عن شعارات انتخابية مقبلة وتتوير وكذا إلى آخره، إذا بدك أنا برأيي مشروع هذا البلد هيك، بس انه ما بدك تعمل انتخابات لانه عين العالم كله على الانتخابات. صح. في ضروره لاجراء الانتخابات يعني، دائما الدول بس يصير فيها ازمات سياسيه بدرجه استعصاء الازمه اللبنانيه بتروح على انتخابات مبكره بالاساس. فكيف يعني بتقلط الانتخابات يعني بتتجاوز الانتخابات موعدها المحدد، معناتها مزيد من الرتتان السياسي يعني، مزيد من الاحتراء السياسي بالبلد. لا، ضروره اجراء الانتخابات ومهما كانت النتائج يعني، الكل اللي تقبلوها يعني. نعم. نعم، أنا أخذت من وقتك كثير، الصحفي في جريدة النهار والكاتب السياسي إبراهيم بيرم، أنا بشكرك لوجودك معنا في هذا الصباح. بهذا نأتي إلى ختام الصحف، فاصل إعلاني، بعده نتابع الزميل رامز القاضي في الحدث.